السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ، واحد وكل واحد يبيع له شقته، بس هو طلب منه مثلا، قال له أنا عايز فيها 100,000، فالبائع ده أو الوكيل باعها ب150، هل ده حلال ياخد ال50 لنفسه؟ هل أخبر الطرفين أنه وكيل؟ نعم، الطرفين يعرفوا أنه وكيل. الوكيل لابد أن يكون أمينا، فيقول له أنا بعته ب300، بعته ب150، يوضح له ويقول أخذت 50، يعني لابد أنه يحكي. أو إذا في الأول أخذ منه تصريحا فقال أنا سأجتهد في بيعها والزائد سأخذه، ويعلم الآخر أنه يساومه، لا يخدع الآخر. أنا ممكن أن أحد يأتيني على أنه وسيط ليس وكيل، فأنا أثق في وساطته ولا أساومه، لكن إذا عرفت أنه بائع سأساومه. نعم. يعني لابد من انتفاء الغش. نعم، جزاك الله خير. طيب.